كشف محامي رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي عن سعيه لتقديم بلاغ ضد مشتري شقة النجم الراحل أحمد زكي القابعة في منطقة الهرم، بعد أن أخل بالاتفاق بينهما وتصرف في متعلقات أحمد زكي. وقال بلال عبد الغني محامي شقيق هيثم أحمد زكي أن الاتفاق بينه وبين مشتري الشقة ينص على عدم التصرف في مقتنيات الشقة. وأضاف المحامي أن المشتري ليس بحوزته سوى عقد بيع مؤقت، ولذلك فلا يحق له التصرف في محتويات الشقة. وتابع المحامي حديثه بأنه حاول استرجاع الشقة أو محتويات أحمد زكي، إلا أنه فوجئ بأن المشتري طلب 1,250,000 جنيه نظير بيعها مرة أخرى، علما بأنه اشترى الشقة من الأساس بمبلغ 850,000 جنيه من 3 شهور فقط، كما أنه غير كالون الشقة حتى لا يستطيع أحد الدخول والحصول على ممتلكات أحمد زكي. وأشار المحامي بلال عبد الغني بأنه تقدم بدعوى للتراجع عن بيع الشقة، فهو يسعى جاهدا للحفاظ على محتويات ومتعلقات أحمد زكي من أجل فتح متحف لها بالتنسيق مع وزارة الثقافة. كشف رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي عن شروطه من أجل الموافقة على تصوير مسلسل الإمبراطور، والذي يجسد قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي، ومن المنتظر أن يقوم ببطولة العمل الفنان الشاب محمد رمضان، حيث وضع شقيق هيثم أحمد زكي شروطا حازمة من أجل الموافقة على تصوير مسلسل عن أحمد زكي، وأولها ألا يتعرض العمل من قريب أو بعيد لوالدته الفنانة هالة فؤاد، مبررا هذا بأنها ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء قبل وفاتها، كما أن والده هو الآخر يرفض التطرق لزوجته الراحلة في العمل. كما أبدى شقيق هيثم أحمد زكي موافقته المبدئية على استخدام صناع العمل لمقتنيات الراحل أحمد زكي التي بحوزته، ولكن عليهم أولا أن ينفذوا باقي الشروط المطلوبة، وهي أن يطلع على السيناريو ويبدي رأيه فيه قبل بدء التصوير. ده رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي، وهنا أحمد زكي وهالة فؤاد، وهنشوف مين اللي اتجوزها بعد أحمد زكي، وهنا محمد رمضان وأحمد زكي بنفس البوز. إيه رأيكم؟ في شبه كبير بينهم؟ شاركونا في التعليقات. وكان بلال عبد الغني محامي رامي بركات قد كشف أن محمد رمضان لم يبلغهم بإقدام على تقديم السيرة الذاتية للنجم أحمد زكي، مشيرا إلى أن موكله في انتظار الاختيار. وأضاف محامي شقيق هيثم أحمد زكي أن موكله ليس له أي اعتراض على تقديم محمد رمضان لشخصية أحمد زكي، ولكن يجب على صناع العمل اختيار أسرة الراحل قبل التصوير للحفاظ على الحقوق القانونية للورثة. وفي ذات السياق أبدت شقيقة أحمد زكي هي الأخرى موافقتها المبدئية على تقديم سيرة شقيقها الراحل، ولكنها اشترطت أن تقرأ السيناريو قبل التصوير، وأن يتم الاستعانة بالشرايط التي سجلتها والدة الراحل والتي تسرد فيها طفولته، في حين رفض بعض أفراد عائلة أحمد زكي تقديم سيرته في مسلسل أو أي عمل سينمائي، مؤكدين على أن الراحل أوصى بذلك قبل وفاته، فهو كان حريصا أن تكون حياته الشخصية بعيدة عن الإعلام. وعلى إثره أكد بشير الديك كاتب مسلسل الإمبراطور أن العمل سوف يتناول الجانب الفني من حياة أحمد زكي وليس الجانب الشخصي وحياته الخاصة، بحسب تصريحه للقاهرة 24. وعن رفض عز الدين بركات زوج الراحلة هالة فؤاد ظهورها في العمل،
قال بشير الديك أن تجنبها أمر سهل للغاية، فهو يرغب في تسليط الضوء على حياة أحمد زكي الفنية وليست الشخصية. واختتم الكاتب بشير الديك تصريحاته بأن المتضرر يمكنه اللجوء للقضاء، فهو بصارة القيام بعمل فني يحمل اسمه واسم المنتج والمخرج. وهنا ساعة التعاقد مع بشير الديك اللي هو آخر واحد على الشمال اللي هو جنب محمد رمضان، وكتب محمد رمضان على البوست اللي حطه على حسابه: الحمد لله اليوم تم التعاقد مع الني سيناريست الكبير الأستاذ بشير الديك لتأليف مسلسل الإمبراطور أحمد زكي إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح. ملحوظة: هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود. ودي صورة تانية مع بشير الديك، واللي على الشمال خالص ده أخو محمد رمضان ويعتبر مدير أعماله. من ناحية أخرى، أعلن محامي شقيق هيثم أحمد زكي عن ترحيبه بشراء محمد رمضان لشقة أحمد زكي القابعة في منطقة المهندسين إذا كان لديه الرغبة في ذلك، مشيرا إلى أن الفنان الشاب يدرك بالتأكيد قيمة منزل الراحل وتاريخه الفني، كما أنه من الممكن أن يصور فيه بعض المشاهد الخاصة بمسلسله المقرر تنفيذه. وأيضا استنكر محمد رمضان من ناحية أخرى الهاشتاج الذي تصدر موقع التغريدات القصيرة تويتر، والذي يشير إلى أنه أفضل من الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بالتزامن مع إعلانه تجسيد شخصية أحمد زكي في عمل درامي. ومع انتشار الهاشتاج الذي يفضل محمد رمضان عن أحمد زكي تمثيليا، غرد الفنان المصري نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر بنبعد شوية على الضغوط، في حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف، فعمل هاشتاج مستفز بين قوسين: رمضان أفضل من محمد أحمد زكي. طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه، وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان جديدة دي. ودلوقتي هنشوف أسرار عن هالة فؤاد ومين زوجها بعد أحمد زكي، وأسرار عن الراحل الراحل الله يرحمه. إذا ذكرت الرقة والجمال، ذكرت الفنانة الراحلة هالة فؤاد صاحبة الوجه الرقيق والفن المحترم، التي ودعت الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض وبعد قرار مفاجئ بالحجاب واعتزال الفن. من هي هالة فؤاد؟ ولدت الفنانة هالة فؤاد في 26 مارس 1958، والدها هو المخرج الراحل أحمد فؤاد، وتخرجت في كلية التجارة في عام 79. هنا مع والدها المخرج الراحل أحمد فؤاد الله يرحمها الرقيقة هالة فؤاد. تزوجت الفنان الراحل أحمد زكي وأنجبت منه ابنهما الوحيد الفنان هيثم أحمد زكي، ولم تستمر حياتهما بسبب غيرة أحمد زكي الشديدة، فانفصل وبقى هيثم في حضانة والدته. الفنان القدير أحمد زكي في فرحه، وصور نادرة لي مع زوجته هالة فؤاد. ده هيثم أحمد زكي ابنهم، دي صور من الفرح، دي دلال عبد العزيز على اليمين، وهيثم أحمد زكي وهالة فؤاد، صور جميلة ونادرة. تزوجت هالة فؤاد بعده من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي. هالة فؤاد تتزوج للمرة الثانية، كل الصحف كده، ده الخبير السياحي وأنجبت منه ابنها الثاني رامي. هالة فؤاد في رحلة المرض والحجاب. تعرضت الفنانة الجميلة هالة فؤاد في أواخر عام 90 لولادة متعثرة لابنها الثاني رامي، وكادت أن تموت،
وأصيبت بعده بعدة جلطات متلاحقة في ساقها. وعندما فتحت عينيها بعد الولادة وجدت والدتها وزوجها يبكيان، فشعرت أنها كانت قريبة جدا من الموت وأن الحياة قصيرة، واتخذت قرارا بارتداء الحجاب واعتزال التمثيل والتفرغ لحياتها الزوجية وعبادة الله فقط. بعد اعتزال هالة فؤاد بفترة قصيرة أصيبت بمرض سرطان الثدي، واضطرت إلى السفر للخارج للعلاج في فرنسا لمدة طويلة، وهلكت من المرض، ولكنه سرعان ما عاودها وبشراسة، ولكنها واجهت المرض بصبر وإيمان وشجاعة غير عادية. ولكن فجيعتها بموت والدها المخرج أحمد فؤاد في أيامها الأخيرة أدخلتها في غيبوبة متقطعة، ونشرت الصحف المصرية خبر وفاتها مرتين، إلا أنه سرعان ما كان يتم تكذيب هذه الأخبار مع الإعلان أن حالتها حرجة جدا. واستمر الأمر هكذا حتى أسلمت روحها إلى بارئها في 10 مايو من عام 93 عن عمر يناهز 35 سنة بعز شبابها رحلت. وقد روى مرة النجم الراحل أحمد زكي: في مرة اتخانقت مع زوجتي وكان صلاح جاهين خارج من المستشفى بعد أن أجريت له عملية في الصدر. ده صلاح شاهين هيروي أحمد زكي موقف ليه معاه: وصعب عليه إني اتخانقت معاه وألح علي أصالحها، لكنني كنت عنيدا وأكمل النمر الأسود. فوجئت بيه يقول لي: تيجي معايا اسكندرية في مشوار صغير؟ ووافقت. وعندما اعترضت زوجة صلاح شاهين على خروجه لأن العملية التي أجراها خطيرة وتحتاج للراحة، قال لها: أنا رايح التلفزيون وهعود بعد ساعة. وأضاف أحمد زكي: ركب معايا في سيارتي وذهبنا للمعمورة وطرق أحد أبواب الكباين هناك. فتح الباب حماية المخرج الراحل أحمد فؤاد، ووجدت صلاح يقول لي: خش عمرتك يا ولد وصالح. فوجئت بالموقف، ارتبكت، نفذت كلامه لأنه إنسان غالي علي جدا، وفي أقل من دقيقة لم أجده أمامي. لقد عاد وحده إلى القاهرة بعد أن ركب عربية أجرة، عاد وهو يتألم من أثر الجهد الذي تحمله على نفسه ومارسه، عاد مشحونا بجسده السمين في عربة. يا لفؤاد ومحمود ياسين وهنا مع ابنها هيثم، دي صورة نادرة ليها في شبابها الله يرحمه. أما أحمد زكي فهو مولود 18 نوفمبر 49، توفي 27 مارس 2005، ممثل مصري راحل ولد في مدينة الزقازيق، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 73 بتقدير امتياز. ولد في مدينة الزقازيق وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته، وتزوجت أمه بعد وفاة زوجها فرباه جده. وأثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية عمل في مسرحية هلو شلبي. تخرج من المعهد عام 73 وكان الأول على دفعته. عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيرية مثل مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت، وفي التلفاز لمع في مسلسل أيام ومسلسل هو وهي، كلها أعمال ممتازة. هنا في مدرسة المشاغبين مع هادي جيار وعادل إمام ويونس شلبي، وهنا مع سعيد صالح بيقرا له تذكرتين تقريبا. وفي عام 85 وقفت نجلاء فتحي أمامه في فيلم سعد اليتيم، وأثناء تصوير وعرض الفيلم جمعت هما أخبار تفيد بأن ثمة علاقة تبدأ بينهما مغزاها الحب ومرادها الزواج، لكن الاختلافات بين طبيعة كل منهما لا تسمح بذلك، لأن نجلاء تعلم أن حب أحمد زكي الفن وعمله لا يفوقه حب، بينما كانت تريد العيش مع رجل تكون لها الأولوية في حياته. أما نجلاء فقالت في حوار لها عام 2002: أحمد كان ولا يزال صديقا، فهو فنان عظيم بدون شك، وأقلقني جدا مرضيه الأخير وأتمنى له الشفاء والعودة لجمهوره، ولكن صدقوني كل ما قيل وأثير في هذا الوقت كان شائعات. ده أحمد زكي ونجلاء فتحي. ومع منتصف التسعينيات
قدم أحمد زكي فيلما بعنوان سواء الهام، كان الفيلم من بطولته وقف أمام شيرين سيف النصر التي كانت في ذلك الوقت حلم الشباب المصري. وتناقلت الأخبار في ذلك الوقت عن وجود علاقة حب كبيرة بين شيرين وزكي، لكن الاختلافات في الطباع بينهما لم تشأ لتلك العلاقة أن تستمر. لم يتحدث أحمد زكي عن علاقته بشريف سيف في النصر، لكنها صرحت عام 2010 أنه طلب منها الزواج وذهب لبيت أهلها لطلبها، لكن عائلتها رفضت. وبعيدا عن إمكانية تصديق الرواية أو تكذيبها، فإن شيرين سيف النصر أكدت أن أحمد زكي كان يحبها وبشدة. كما ساعد أحمد زكي ابنة بلدته الزقازيق شهيرة في القاهرة، وكان رفيقها حين التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وظل دائما إلى جوارها يقدم لها يد العون والمساعدة. وعندما كثرت الشائعات عن علاقة شهيرة بمحمود ياسين، ذهب الفتى الأسمر إليه وقال له إنه يجب أن يضع حدا لما يحدث واعترض على الشكل غير الرسمي للعلاقة، فقرر محمود ياسين التقدم لخطبتها ثم تزوج رسميا. وقد تكون علاقة الفنان أحمد زكي بالفنانة السورية رغدة هي المعادلة الأصعب في حياة الفتى الأسمر، إذ بدأت تلك العلاقة رسميا عام 91 حين وقفت أمامه بطلة في فيلم كابوريا، وفي نفس العام فيلم الإمبراطور. ويبدو أنه من هنا بدأت العلاقة التي انتهت بعد ذلك ب 15 سنة في الغرفة رقم 2229 في مستشفى دار الفؤاد في 6 أكتوبر، حين كانت رغدة آخر من تواجد مع أحمد زكي يوم وفاته. قدمت رغدة مع أحمد زكي فيلمين آخرين هما استاكوزا وأودها عام 96، وكان ثنائي شهير في السينما والحياة. وكان دائما يقول عنها أحمد زكي حين يسأل عنها: هذه نصفي، هذه توأمي. وترددت بعض الأخبار التي تقول أن سمت علاقة عاطفية جامعة الاثنين، وهي التي جعلت رغدة تلقي بكل شيء ورائها من أجل البقاء مع أحمد زكي وتهتم لأمره وتتحدث مع أطبائه وتكون المسؤولة الأولى عن متابعة حالته الصحية. وكشفت رغدة بعد وفاة أحمد زكي بسنوات أنه عرض عليها الزواج وهو على فراش المرض حتى يمنع عنها تلك الأقاويل، لكنها رفضت حتى لا يقال عنها أنها وقفت لجواره لكونها زوجته. إيه شيرين سيف النصر، قصة حب لم تكتمل. وكشف الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ جراحة الأورام والطبيب المعالج للفنان المصري الراحل أحمد زكي أن الفنان الراحل أصيب بالعمى قبل وفاته، وطلب التكتم على الخبر وتعامل مع المقربين منه وكأنه من المبصرين. وأضاف عبد القادر أن أحمد زكي توفي أثر تدهور حالته عقب إصابته بمرض السرطان، وأنه قال له قبل وفاته أنه لم يعد يشاهد جيدا. وبالكشف عليه تبين وجود ضغط على عصب البصر مما أفقده الرؤية، مؤكدا أنه أول من اكتشف إصابة الفنان الراحل بالعمى، وهو ما أدى لتدهور حالة أحمد زكي النفسية. وأضاف عبد القادر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك طالب بنقله لفرنسا لتلقي العلاج على نفقة الدولة، ووافق الفنان المصري على ذلك وكان سعيدا باتصال مبارك به، مؤكدا أن أحمد زكي كان ناصريا يعشق عبد الناصر، وكان يصر على عمل فيلم الضربة الجوية ليس حبا لمبارك وإنما لعشقه لحرب أكتوبر واستعادة مصر لأراضيها المحتلة. وقال أن مرض السرطان اشتد على أحمد زكي في الأسابيع الأخيرة قبل وفاته بصورة مفاجئة، واستسلم جسده النحيل له بعدما انتشر المرض في الرئة والكبد، وعانى نتيجة ذلك من استسقاء بروتيني، كما أصيب بالتهاب رئوي وضيق حاد في الشعب الهوائية. الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمشاهدين والمتابعين، شكرا لكم.